النهارده نبدا نتكلم عن اول درس من دروس الجغرافيا. تمام، الجغرافيا دي الترم التاني بتتكلم عن الانشطه الاقتصاديه في الوقت المعاصر. يعني ايه انشطه اقتصاديه؟ يعني استخدام الانسان للموارد المتاحه على سد احتياجاته من مأكل ومشرب ومسكن. طب ايه الانشطه الاقتصاديه اللي بنتكلم عنها؟ هنتكلم عن الزراعه والصناعه والتجاره والسياحه والتعدين. نبدا باول درس، الزراعه في الوقت المعاصر. لقد وهب الله وطن العربي عديد من عوامل سبب تقدم الزراعه. عوامل طبيعيه زي المناخ المتنوع، عدد تنوع المحاصيل، المياه العذبه، التربه الخصبه، الايدي العامله اللي بتتسم بالكفاءه والخبره، الاسواق اللي بتؤدي الى تسويق المنتجات وبيع وشراء المنتجات الزراعيه، واخيرا راس المال وحسن استثمار راس المال يؤدي الى اقامه مشروعات زراعيه. احتاج الزراعه لرؤوس المال لاقامه مشروعات زراعيه. لما عرف الانسان الزراعه ترتب عليه، هو الانسان استقر في مكان واحد، استقر على كفه النهار، وقامت اعظم حضارات في العالم، حضاره مصر القديمه وحضاره بلاد ما بين النهرين اللي هي حضاره بلاد العراق. طب ايه عناصر الدرس اللي هنتكلم عنها النهارده؟ نتكلم اولا عن نتائج معرفه الانسان للزراعه. ثانيا عوامل قيام الزراعه. ثالثا مهارات توطن الزراعه، رقابه الصناعه. رابعا اهميه الزراعه، واخيرا مشكلات الزراعه. دي عناصر احنا هنتكلم عنها. نبدا الاول عنصر ونتائج معرفه الانسان للزراعه. اللي ترتب على معرفه الانسان للزراعه ادت الى استقرار الانسان وقيام اعظم حضارات اعتمادا على الزراعه، مثل الحضاره المصريه القديمه وحضاره بلاد العراق اللي هي حضاره بلاد الديك النهر. يبقى اول عنصر كان ثاني عنصر عوامل قيام الزراعه. طب ايه ما هي عوامل قيام الزراعه؟ عوامل بشريه زي الايدي العامله والسوق وراس المال، وعوامل طبيعيه زي موارد المياه العذبه والتربه الخصبه والمناخ الخلي النوع المعتدل او المتنوع. نبدا اول حاجه العوامل البشريه والايد العامله. احنا قلنا ان ربنا وهب الوطن العربي ايد عامله تتسم بالكفاءه وخبره، ساعدت على قيام الزراعه عن طريق حفر الترع وزراعه الارض. يبقى امتلك الوطن العربي ايد عامله ذات كفاءه عاليه في مجال الزراعه. ثانيا راس المال. تحتاج الزراعه لرؤوس المال لاقامه مشروعات زراعيه. بما تفسر ايه تحتاج الزراعه ورؤوس المال لاقامه مشروعات زراعيه. طب زي ايه الدول العربيه اللي موجوده بتمر بتقوم بتمويل المشروعات الزراعيه؟ زي دول الخليج العربي. يبقى هيستمتلك بعض البلاد العربيه ورؤوس المال خاصه دول الخليج العربي لزياده القمر بعض هذه الدول بتمويل المشروعات الزراعيه في الوطن العربي. السوق زادت عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشه ادى الى ايه؟ زادت الطلب على المنتجات الزراعيه. فالدولة هتقوم بإيه؟ نتيجة زيادة الطلب على المنتجات الزراعية، الدولة هتعمل أول حاجة توسع في نشاط الزراعة وزيادة الإنتاج الزراعي، يبقى أنا هبدأ أتوسع في نشاط الزراعة عشان يكفي حاجة الإيه؟ السكان. تاني حاجة تحسين المنتجات الزراعية، تبقى منافسة غير المنتجات. أبدأ أحسن المنتجات الزراعية اللي في الوطن العربي عشان تنافس المنتجات الأخرى في الدول العالم أجمع. يبقى نتيجة زيادة الطلب على المنتجات الزراعية العربية أدى إيه؟ توسع في نشاط الزراعه وزياده الانتاج الزراعي، تحسين المنتجات الزراعيه اكثر منافسه لغيرها من الانتاج. دي العوامل البشريه، العوامل البشريه راس المال والسوق والايدي العامله. ثانيا عوامل طبيعيه. موارد المياه العذبه والتربه الخصبه والمناخ المتنوع. نبدا الاول المناخ. تنوع المناخ في الوطن العربي ادى لتنوع المحاصيل الزراعيه. وحكمه ربنا في تنوع المناخ ان لابد من الدول العربيه تستثمر هذا التنوع في تحقيق التبادل المتكامل في المنتجات الزراعيه في المحاصيل الزراعيه. يبقى مناخ الوطن العربي وهب الله مناخ متنوع ادى لتنوع المحاصيل الزراعيه. ووجود امكانيه لتحقيق التكامل، لان استثمار التنوع يؤدي التكامل بين الدول العربيه في المحاصيل الزراعيه. المواد المياه العذبه. زي مواد المياه العذبه عندنا امطار، مياه سطحيه، مياه جوفيه. المياه السطحيه زي الانهار والبحيرات. دي مصادر المياه او مصادر الري في الوطن العربي، سواء كانت امطار، مياه سطحيه، مياه جوفيه. المياه السطحيه انهار وبحيرات. التربه الخصبه. التربه الخصبه وهب الله الوطن العربي تربه خصبه موجوده على جانبي انهار. زي نهر النيل في مصر والسودان، نهري دجله والفرات في العراق، نهري جوبه والشديد في الصومال. التربه الخصبه توجد على جوانب الانهار، نهر النيل في مصر والسودان،
تقولي في الصوم ليل الانفراد في العراق، جوع شديد في الصومال، واخيرا نهر النيل في مصر والسودان. يبقى اتكلمنا على تاني معرفه الانسان للصناعه وعوامل سواء كانت عوامل طبيعيه او عوامل بشريه، وان انا اقول ان بعض الوطن العربي فيه مناخ متنوع، مياه عذبه سكت على كيان الصراع، وان في حضارات اعتمدت على الصراع زي الحضاره المصريه القديمه وحضاره البلاد العرب القديمه. مهم التركز في الصراع. الصراع اول حاجه اول نوع صراع صراع بين المنطقه. توجد فين؟ توجد في الاجزاء الشماليه للوطن العربي. توجد جنوب دول الثانيه، جنوب الصومال واليمن، يبقى توجد في الاجزاء الشماليه للوطن العربي، وتوجد اليمن وجنوب الصومال وجنوب دول الثانيه. طبعا ده اقليم معتدل البحر المتوسط وكلمة مدينة لأن مطره تسقط فصل الصيف. الزراعة مهم الرأي. الزراعة مهم الرأي. سواء كانت نهر النيل في مصر والسودان، نهري دجلة والفرات في العراق، دجلة والفرات في العراق، وأخيرا جوع وشبيل في أصل الزراعة مهم الرأي. الزراعة مهم المطر والزراعة على الرأي الأنهار. الزراعة مهم التوفية. توجد الزراعة مهم التوفية في مناطق صحراوية. كان في الواحات زي الواحات الداخلة والخارجة في مصر. هنشوف الخريطة كده ونبدأ نقطع عليها بعض أنواع الزراعة. دي نوع من أنواع الزراعة من مهن الوطن توجد في الأجزاء الشمالية. توجد في جنوب موريتانيا، جنوب الصومال في اليمن. طب الزراعة مهن الري زي نهر النيل في مصر والسودان. طب الزراعة المهن الجوفية توجد في المنطقة الصحراوية كواحات مصر، في واحات في مصر زي وحات الخارجة والداخلة. أهمية الزراعة. إيه أهمية الزراعة؟ الزراعة توفر احتياجاتنا من الغذاء. توفر الزراعة أموال لإقامة مشروعات، فلوس أموال لإقامة مشروعات. تمد الزراعة الإنسان بمواد خام لازمة للصناعة. زي الكتل اللي بتدخل في صناعة الغاز النسيج، كسب السكر يدخل في صناعة السكر، الخضروات والفاكهة تدخل في صناعة التعليم والتغذية. الزراعة توفر فرص عمل للشباب، حيث عمل منها نصف سكان 50% من سكان الوطن العربي يعملون في نشاط الزراعه. بأهمية الزراعه توفر احتياجات السكان من الغذاء، توفر فرص عمل لعدد عدد كبير من السكان عشان بها 50% من سكان الوطن العربي، توفر رؤوس اموال تستخدم في انشاء عديد من المشروعات، واخيرا توفر الماده الخام للصناعه مثل القطن في صناعه الغاز والنسيج، كسر السكر في صناعه السكر، الخضروات والفاكهه في صناعه الحفظ وتعليم الاغذيه. رغم اهميه الزراعه كبيره لان الزراعه تعرض لمشكله. طب ما هي مشكلات الزراعة؟ أول حاجة إن عدم استغلال كل الأراضي الصالحة للزراعة في الوطن العربي. بعض الدول تستغل المناطق بعض المناطق وتترك البعض منها. ثانياً عدم استخدام التكنولوجيا في الزراعة. ثالثاً تذبذب الإنتاج، يعني الإنتاج الزراعي غير ثابت، لأن إحنا معظم الزراعة في الوطن العربي تعتمد على مياه النهر. وأخيراً طبعاً أهم مشكلة تعرض لها الزراعة في الوطن العربي التصحر. في بعض المشكلات عدم استغلال كل الاراضي الصالحه للزراعه، عدم استخدام اساليب تكنولوجيا حديثه في الزراعه، تذبذب الانتاج الزراعي نظرا لاهتمام الزراعه في معظم الوطن العربي عن مياه الامطار، مياه الامطار غير ثابته. واخيرا مشكله التصحر. يعني ايه تصحر؟ يعني تدهور القدره الانتاجيه للارض. تدهور القدره الانتاجيه للارض. يعد التصحر من المشكلات المهمه من قبل الزراعه. يبقى التصحر عباره عن ايه؟ تدهور القدره الانتاجيه للارض الزراعه. طب سببه ايه؟ اولا زحف البنات على ارض الزراعه. ثاني حاجه تفاوت كميه المطر. اسباب التصحر اولا زحف البنات. ثانيا الرعي الجائع. ثالثا قطع الاشجار. كثره زراعه المحاصيل الموجوده للطرق. واخيرا تفاوت كميه الامطار. ده اسباب التصحر. يبقى احنا اتكلمنا عن عناصر نتائج معرفه الانسان للزراعه، اتكلمنا عن عوامل طبيعيه وبشريه ساعدت على تقييم الزراعه، مناطق تركز الزراعه وانواع الزراعه في الوطن العربي، رابعا اتكلمنا عن اهميه الزراعه، واخيرا المشكلات التي تتعرض لها الزراعه في الوطن العربي. بعض التدريبات بما تفسر اهميه الزراعه. اهميه الزراعه توفر احتياجات من الغذاء، توفر فرص عمل حيث يعمل بها اكثر من نصف سكان الوطن العربي 50%، توفر رؤوس اموال تستخدم في انشاء عدد مشروعات، توفر ماده خام لازمه للصناعه. بما تفسر حدوث التصحر. التصحر من
مشكلتك المهمه في مدى الاصلاح في الوقت العربي. اسباب التصحر: زحف الماء، الرعي الجاهل، قطع الاشجار، كسر زراعه المحاصيل المشيده للتربه، واخيرا تفاوت كميه النقل. صوب من اخته الخط. الزراعه مياه المطر تنتشر في المناطق الصحراويه. احنا قلنا زراعه مياه المطر تنتشر في الاجزاء الشماليه جنوب الصومال والاردن وتانيويا، بينما الزراعه على مياه جوفيه تنتشر في المناطق الصحراويه كالواحات، واخيرا النوع الاخير من الزراعه وزراعه الري والانهار تنتشر طبعا في انهار الوطن العربي زي دجله وفرات في العراق ونهر النيل في مصر والسودان. بكده كنت هنا من اول درس.